جهاد. هالجهاد هلا اللي رح نحكي عنه، هالجهاد اليومي، هالجهاد المتواصل اللي بيخلي الانسان اذا بدكم قلب الانسان يتفتفت، يعني اذا كان محجر بيتفتفت، بيصير هالقلب عنده القلب الرحوم. اخوتي الصوم مثل ما كنا عم نقول بيهذب النفس، الصوم بخليني انا كشخص اقرب من الله، هيدا هدفي بالحياة. كرمال هيك عم نقول الصوم هو بحد ذاته كصوم منه مهم، بس هو غاية، بس هالغاية كتير أساسية لتوصلني لله. يعني بمعنى آخر، أنا إذا كنت عم صوم والساعة 12 ناطر الساعة 12 لتجي وباكل الطاولة وباكل العالم اللي حوالي الطاولة مع الأكلات، شو له طعمة هذا الصوم؟ ما له جنس الطعمة. أنا صومي صارت هيدي ما بقى اسمه صوم، صار اسمه شراهة. يعني انا بصوم من الست الصبح او سبعة، بوعى ثمانية او سبعة او ستة لهالخمس ست ساعات، وعلى الساعة 12 ما بخلي شيء ما باكله. بلا هالصوم صدقوني ما له طعم، خليني اعيش كل يوم وعم بتروق وعم بتغدى وعم بتعشى وعم باكل بترتيب، بلا ما توصل الساعة 12 واكل بكل هالشراهة وبكل هال. اخوتي الصوم شغلة اساسية، انه انا بدي مثل ما بيقولوا اذا انا ما عم باكل عم بوفر عن حالي اكل معينه انا بحبها، عم بعمل هالقيمه لحتى هالقيمه يمكن هالاكله في عالم تانيين ما عم بيقدروا ياكلوها ووصل لهم اياها. بمعنى هالصوم بده يتحول لعمل، لعمل خير. هالصوم بده يتحول لشوف انا وين في رزيله فيي اشتغل لحول هالرزيله. بمعنى في عندي خطيه اللي هي خليني اقول عدم الطهاره، عيني على طول لبرا، عيني ما بتطلع الا بتطالع وبالنازل، وعيني بشعه، عيني وسخه للاسف. هيدي مش شغله انه يمكن بعض الاشخاص ما بينتبهوا لها، يعني انا بتطلع بالمراه يمكن بتطلع فيها بطريقه للاسف بطريقه كثير بشعه من فوق لتحت. هيدي انتبهوا، الطهاره بتبلش من هون، طهارة بتبلش بعيني، طهارة بتبلش بدينتي، طهارة بتبلش بلساني. أنا لما أحكي كلام زفر بلشت أضرب نقاوة قلبي، بلشت أضرب طهارتي. أنا لما أطلع بطريقة منا حلوة بحدا كمان بلشت أضرب النقاوة والطهارة، بلشت خلي محل الخطية تتعشش بقلبي. أنا لما حيلا فعل خطية عم بعمله كله عم بحضر هالأرضية الخصبة لحتى أوقع بفعل اللي هو عدم الطهارة. إذن لك على كل شخص عنده هالخبرية، هلأ عم نحكي عم بعطي مثل، أنا عدم الطهارة عم بحكي عن فضيلة الطهارة مثل، في كذا فضيلة نحنا، بس أنا كإنسان بدي أشوف وين الرزيلة فيي وبلش أشتغل عليه، خاصة بأيام الصوم، خاصة بهالأيام اللي بيكون إذا بدكم كل الدعم السماوي معنا، كل الدعم السماوي معنا. نحن كل يوم عنا دعم سماوي، بس خاصة بهالزمن في عنا دعم خاص لحتى الإنسان يقدر عن جد ينتصر على هالرزيلة اللي عنده إياها. مش هينة، بس الفكرة وين؟ أنه أنا كشخص ما في يقول أنا بدي أنتصر، بدي أقول له يا رب اعطيني النعمة لأطلع، اعطيني النعمة لأمشي. هيدي الفكرة الأساسية. أنا إذا بدي بلش أقول له أنا بهالصوم هالكم يوم بدي أطلع، سقطت. أنا بدي أقول له يا رب أنا قوي فيك، أعطيني النعمة لحتى أقدر أمشي، لحتى أتخلص من هالرزيلة. أنا عندي يمكن ما بعرف ما بحياتي شو يعني، حيالله رزيلة، حيالله فضيلة بقدر أخدها عيشها، يا ريت فينا ناخد كل الفضائل ونعيشهم، يا ريت فيها نعمة كتير كبيرة هيدي. بس خليني أنا بلش بفضيلة معينة من الفضائل عيشها وبلش إنما فيها، خليني إنما بالله، هيك بصير الاتحاد مع الله. يمكن أنا ما عندي توبة، خليني أطلب من الله يكون عندي توبة وتوبة حقيقية. بس أختي بدنا ننتبه كتير منيح لمعنى التوبة، بدي أعمل أفعال طليق بالتوبة، بدي أعمل أفعال مثل ما بقول أحد الرسل طليق بالتوبة. يعني أنا أعمالي بدها تكون إذا بدكم متحدة بالروح القدس، بدي أعمل أعمال تكون من خلال الروح القدس، مش تركة بالروح القدس. أعمالي بدها تكون أعمال إيجابية، توبتي بدها تكون توبة إيجابية. يعني أنا ما بينفع أكون عم بقول أنا صوم بدي توب، بس شو توبتي؟ أنه أنا ما عم بعمل شيء. هيدا غلط، انتبهوا، هيدي توبة بسموها توبة مزيفة. أنا عم بمتنع عن هالشيء، ما بقى عم بعمل خطية، بس بالمقابل العمل بده يكون مرافق التوبة. عمل المحبة بده يكون مرافق التوبة لحتى أطلع من هالشيء اللي أنا كنت فيه. إذن
كل شخص منا هلا مدعو لحتى يحط امامه حيلا نعمه بريده، يطلب من الله يعطيه النعمه لحتى يقدر يعيش هالفضيله، يطلب من العذراء بما انه هي ام النعم، هي موزعه النعم، يطلب منا تعطيه النعمه يقدر يعيش هالفضيله، لانه منا هينه، منا هينه اختي. بدي اقول لكم شغله، نحن يعني عندنا للاسف عندنا كل الحب لنكسب الاشياء الارضيه، ولا مره كان عندنا حب لنكسب الاشياء السماويه. برجع بقول لكم هيدي فرصه لنا نحن، يعني كل الانس كل شخص بيركض عتلين هم شغل، عتلين هم ما الله يدبره بمحل، عتلين هم هودي كلهم. بدي اقول لكم شغله، هودي كلهم كشور. لك الله اللي خلقنا، خليني اقول لكم شغله، الله اللي خلقنا خلق كل المخلوقات، ولا مره حدا بخليه يعوز قشه، بس يمكن بخلي الاشخاص تمرق ببعض المراحل لحتى تعرف قيمه الله. هيدي شغله كثير مهمه، يعني انا بدي يمكن وقعد بمرض، وقعد بمصيبه، وقعد بمشكله، يا رب ليش سمحت؟ بصير فكر انا كانسان كبشري، ما فيي ما فكر اقول له يا رب، اساله يا رب انت ليه عم تعمل هيك؟ ليه سمحت امشي بهيدي؟ رح اقول لكم شغله، لانه فكر الله منه مثل فكرنا. فكرنا البشري ما بيتماشى مع فكر الله. كرمال هيك القديسين بيقولوا عندنا التسليم الكلي لمشيئه الله، لانه نحن ما بنقدر نستوعب فكر الله وعنايه الله، والله بحد ذاته. يعني مثل ما احد القديسين عم بيمشي وعم بفكر وما قادر يستوعب الله، بيظهر عليه ملاك قال له شو عم تعمل؟ قال له عم بعبي هالكبايه يمكن. قال له فيك تحط البحر بهالكبايه الصغيره؟ قال له بدك البحر يسع. قال له هيك انت بدك تحط الله بفكرك. اخوتي نحن ما بنقدر نعرف ليش اوقات عم نمرق بهالدرب الصعب، لانه نحن بحاجه نتعلم شيء يقربنا من الله، لانه الهدف الاساسي لله هو خلاص النفس. الهدف الاساسي لله هو خلاص النفس، وكل شيء بينزاد لنا. باردون. كل شيء بينزاد لنا. اذا نحن لما نكون ماشيين نكون بحاله عنا درب صعب، ما علينا الا نقول نشكر الله، ما علينا الا نقول مثل ما بدك يا رب، مثل ما بتقول احد القديسات، بتقول له اذا انت اردت انه انا اكون بجهنم أنا مستعد يكون بجهنم، أكيد هو مش حيروت يكون بجهنم، بس هل قد عنده تسليم لمشيئة الله؟ هل يا ترى أنا كإنسان عندي هالتسليم لمشيئة الله؟ إذا عندي ما عندي هالثقة بمحبة الله تجاهي أنا كإنسان، خليني أطلب بهالصوم، أطلب النعمة، أقول له يا رب أعطيني، ملي لي قلبي ثقة، ملي لي زدني إيمان. ليك ملا نعمة، زدني إيمان. حدا شي مرة طلب من الله قال له يا رب ما بدي منك شيء بس زدني ايمان؟ هيدا اللي نحن بحاجه له. نحن بس نبلش نحصل على هوديك، على هوديك صاروا بالنسبه لنا ما بقى في اشياء يعني. ليه القديسين ما بتهمهم الاشياء الارضيه؟ ليه العذراء هالقد الاشياء بالنسبه لها كانت افقر من الفقير؟ حبت مار يوسف لانه ما في افقر منه. ما كانت غنيه؟ بلا كانت غنيه، بس انا بدي اقول لكم شغله، ما كانت قادره تكون غنيه. لما اجوا المجوس شو قدموا لها؟ ما قدموا لها الذهب وينني؟ لك لقطتهم ووزعتهم، لانه بالنسبه لها هودي تراب، ما بيهمها شيء الا محبه الله. مار شربي اللي كانت امه بحاجه له اجت لعنده دقت له الباب، قالت له وينك يا امي؟ قال لها بشوفك بالسما. هل قد اقول لكم قلبه قاسي؟ ولا لانه ما بده يخلي شيء يكون بينه وبين الله، لانه عارف انه اللي عم بيعمله هو مثل ما بيقولوا الله لما ياخذ شيء رح يحط شيء محله احلى بكثير. هذا اللي عرفه مار شربي. هو عارف بنفس الوقت انه اذا يمكن يشوف امه يحس بضعف معين يصير بده يرجع، وهو ما بده يترك دايره، ما بعرف، ما بده يفتح حاله هذا الباب. لك هالمحبه تجاه الله، وهي امه اللي ربته واللي تعبت عليه، وقد كان في تعب وقد كان في فقر بايام زمان. بالرغم من كل هودي، ونحن عم نحكي عن قلب قديس، لما نحكي عن قلب قديس ما حدا بيعرف قد ايه قلب القديس بيكون مليان محبه، مليان محبه. معقول يكون عنده هالقد مثل ما بيقولوا حقد او مش حقد او قلبه قاسي على امه هالقد ايه؟
أكيد لا، عندهم حب كبير تجاه الله، وعنده ثقة، ملء الثقة بالله، بيعرف أنه الله رح يدبر أمه. العذراء بطنها عم يكبر قدامها، ما عندها مشكلة، ما خبرت حدا ولا قالت له لمر يوسف. راح مر يوسف بده يطلقها سر، بالسر بده يطلقها، بس هي عارفة، كان عندها ملء الثقة أنه الله رح يدافع عنها. أنا كإنسان لما أنا حدا يجي يتعدى علي، عم بترك الأمر بقول له يا الله أنا ترك لك هالشيء، عم فوض لك هالمسألة لإلك، ولا عم كسر الدنيا وما خلي شيء ونزل مثل ما على ما خلي شيء إلا ما نزله على الأرض؟ هيدا السؤال اللي نحن بدنا نسأله. عم كون أنا كشخص عطول يسوع بقلبي، ولا ساعة البدي عم حطه بقلبي ولحظة الغضب كبه برجع بحط يسوع بقلبي، أو لحظة عم بكل لحظة مثل ما بعض الأشخاص بيقولوا لي الوقت الشغل للشغل وقت الصلاة، لك شو هالخبرية هيدي؟ وبلا هالشغل، إذا الشغل بده يزيحني عن الله بلا هالشغل. كل لحظة بدها تكون ليسوع، كل لحظة بدها تكون لله، غير هيك حياتنا ما لها طعمة. لك وين العذراء؟ العذراء يعني قد ما نحكي عليها وقد ما نحكي عنها وقد ما نقول عن فضائلها وقد ما نحكي بأمجاد مريم عن العذراء، بعد ما قدرنا نقرب نعطيها جزء ولو غبرة من حقها. هالمرأة العظيمة، يعني رح لكم شغلة، قد ما هي عظيمة وقد ما هي كبيرة وقد ما هي عن جد مليانة نعم، مثل ما قال الملاك فات عليها قال لها يا ممتلئة نعمة، الله ما بقى في يرفعها أكثر ما رفعها، جعلها، بس فكروا بهالشغلة، جعلها أم لإله، اختارها لتكون أم ليسوع. قال لها هيدا يعني أغلى ما عندي، خلي يسكن بأحشائك، انتبهي له، ربيه، طعميه. هل قد العذراء مهمة بعين الله؟ هل قد العذراء مهمة بعين ابنها؟ لك قد ما هي مهمة، الله ما قبل وما راد إلا ما يعمل، يبتدي عجائبه كان على صعيد النعمة ولا على صعيد الطبيعة، إلا ما تكون العذراء. أول مرة بلش لما راحت العذراء لوين؟ لعند إليصابات، تقدس مر يوحنا من خلال مريم، يعني يسوع هو ببطن أمه تقدس، يعني العذراء وصلت يسوع لهونيك، تقدس مر يوحنا، هيك هي على صعيد النعمة. بينما على صعيد الطبيعة اللي رح نحكي عنه عرس كانا الجليل كمان الإنجيل، اللي هو ما قبل يبلش على صعيد الطبيعة عجائبه إلا من خلال ما تكون موجود مريم، إلا ما تكون موجودة مريم معه. هل قد مريم كبيرة بعين الله؟ هل قد هي عظيمة؟ هل قد رفعها؟ هل يا ترى فكرنا نحن مريم، علاقة مريم بالله قد هي كبيرة؟ فكرنا بمحبة مريم لله، مثل ما بيقولوا القديسين بالإكرام الحقيقي، بيقولوا مريم كانت هالقيلولة اللي تخدها هالكم، يمكن ما بعرف إذا ساعات ولا نص ساعة ولا دقايق ولا ما بعرف، هالقيلولة ما كانت تقولوا غفياني قيلولة، يعني بين الواعي والنايم هي وعم تخدها، كان قلبها سهران مع الله أكثر من أكبر قديس. هيدي مريم، هي محبة مريم لله. يا عمي أنا كإنسان ويني من هالمحبة؟ شو عم بعمل تجاه الله؟ عارف قيمة الله؟ مقدر الله؟ مقدر الله شو عم بيعمل لي؟ وين الله بحياتي؟ هيدا السؤال الكبير. مريم قد ما هي عظيمة، يعني اليوم رح نشوفها بعرس كانا الجليل كيف هي سمع ونظر. لك سمع رح نشوفها بالإنجيل اليوم هي نظر، بس شفناها قبل هي سمع لما سمعها الملاك. الملك ما اجى قال له روح خدمي نسيبتك إليصابات، ما خبرها، مع انه الملك هدفه انه لتتم البشرة ليتقدس مر يوحنا ببطن إليصابات. سمعها سمع قال له إليصابات حبلي، يا عمي حبلي وهي عمرها يعني عجوز، تركت بالرغم من كل المشقة، بالرغم من كل التعب، بالرغم من انه هي حبلي، تركت كل شيء ومشيت مسافة أكثر ما يزيد يمكن عن 90 أو 100 كيلومتر، وصلت لعند نسيبتها إليصابات من أجل الخدمة. لكن محبة مريم وينية؟ يا عمي أنا ويني من هالمحبة؟ ويني من خدمة القريب؟ شفناها بعرس كانا الجليل. دخلكم سؤال كتير كبير يطرح، شو كانت عم تعمل بعرس كانا الجليل مريم؟ اللي كانت عم تعمله كانت قاعدة، في بعض الأشخاص كانوا عم بيقولوا أنه يمكن كانت عم تخدم، بينما هو كان فيه هونيك خدم عم بيخدموا العرس،
أكيد هي كانت قاعدة بس كانت عين مع يسوع وعين العالم بشو بحاجة. كرمال هيك بنقول على مريم هي نظر، شافت أنه حدا، شافت أنه بحاجة لخمر، شافت أنه في نقص، شافت أنه في نقص. كرمال هيك بيقولوا عن مريم، مريم بأمجاد مريم بيقولوا مريم ذات الأعين الكثيرة. هيك مريم بتعملني لإلي أنا كابن لمريم، لما أكون مسلم حالي لمريم، لما أكون ابن مريم فعلي مريم، أنا ماني بحاجة أطلب منها. تصوروا أنه هي سمع ونظر لإلي، أول ما تسمع أنا بني شيء رح تركض عند ابنها دغري، شوف شو بده، مثل يعني رح تضل تنق عليه، ما بتكن ما بتتعب، رح تضل تنق لتشوف أنا شو بدي. إذا شافت، شافت أنا عايز شيء رح تركض لعند ابنها تقول له ما عنده خمر، شوف شو بده. بس عظمة مريم بهالإنجيل اللي هي عن جد إذا بنقعد نتأمل فيها، إمام مريم الكبير بيسوع، خبرت مريم مع يسوع، راحت لعنده ما قالت له مثل ما نحن يا رب أنا بحاجة ل 100,000 دولار، يا رب أنا بدي أتجوز بدي بيت، يا رب أنا بالسيارة وفقني، يا رب يا رب يا رب يا رب. هالطلبات اللي هي ما بعرف كيف هي الطريقة عم بحكي عنها، في إلنا حق نطلب اللي بدنا إياه من الرب، بس عشوائي كأنه فقسة زر بق مثل عنا ليستا، نحن فينا نحن نطلب من الله شو بدنا للأسف. وبرضو الله صدقوني قادر، بس نحن شو هال، ما بدي أقول إهانة، بس شو هالسخافة بإيماننا. مريم راحت لعند يسوع ما قالت له شيء، سمعته لك، سمعته. أنا كإنسان بكون قاعد بلا ما أقول له، بس عم بروح أقول له يا رب أنا جاي اتحد فيك لأنه أنا بحبك وبعرف انه انا، انت عارف اللي انا فيه وعارف شو في عندي وانت رح تدبر كل شيء، بس انا جاي لعندك بس لانه انا بحبك. كم شخص منا ومني وبالجر بيوصل لعند يسوع بس لانه بحبه، بيشارك بالقداس بس لانه بحبه. مريم راحت لعند يسوع سمعته سمعيه، ما عنده خمر. هلا رح نروح نرجع نحكي عن مالي ولكي، اللي هالجمله اللي هي عملت له مشكله بعض الاشخاص، ما لك شو قال مالي ولك يا امراه. هلا رح نرجع لها هيدي. راحت لعنده قالت له سمعته، راحت لعند الخدم، ما صار ولا حوار بينه وبينه، راحت لعند الخدم، راحت قالت لهم شو ما بيقلكم اعملوا، امرتهم للخدم شو ما بيقلكم اعملوا. بتعرفوا ليه؟ اول شيء لانه بتعرف ابنها، بتعرف انه ابنها مش ممكن يبخل بمحبته على حدا. ثانيا بتعرف عم تقلن اعملوا مثل ما عم بيقلكم، لانه الخمر، لانه فكركم البشري ما رح تفهموا انتم شو عم بيقلكم، لانه فكر الله ما رح يتلاقى مع الفكر البشري، ما رح تفهموا، اعملوا خلص شو بيقلكم اعملوا. هالقد بتفهم ابنه. بس عظمة مريم وين؟ انه الله لما قال له يسوع قال له ما لي ولك، مش قال له ما لك روحي حلي عني، قال له ما لي ولك، أنا وياكي شو خصنا، أنا وياكي شو خصنا. بعد ما قرر فوق، بعد ما قرر أنا وياكي شو خصنا، بس حتى الآب السماوي رفض، ما قبل إلا ما يلبي له طلبها لمريم. وصارت العجيبة، لم تحن ساعتي بعد، يعني مثل كأنه عم بيقول لها يا أختي بعد ما صارت ساعة الصلب، لأنه أنا أنت اللي عم تطلبيه. إذا بدنا ناخده من الناحية شوية تصوفية، خليني أقول الخمر هو بيرمز لمحبة يسوع، ما بقى عندهم محبة من يسوع، اجذبهم، عم بتقول له اجذبهم تجاهك، عم بيقول له، عم بتقول له ارفعهم. قال لا لم تحن ساعتي، يعني بعد ما حين ساعة الصلب، لما ارتفع برفعهم تجاهي. هذا المعنى شوي هيك، خليني نروح على المعنى التصوف الروحي أكثر. بس بدنا ناخذ المعنى هيك المبسط تبع الإنجيل، بنقدر نلمس، بنقدر نكتشف عظمة مريم، بنقدر نتعلم من مريم كيف نطلب نحن من الله، بنقدر نتعلم من مريم قد ايه عندها ايمان بابنها، شو هالايمان الكبير. انا وين من بروح لعند يسوع بقول له طلب الطلب، اقول لكم عم تكون عندي كامل الثقه انه معقول، يعني هو على طول نحن مثل ما بيقولوا القديسين، نحن بس نطلب من يسوع في ثلاث اجوبه، يا بيقول لك تفضل، يا بيقول لك مش هلا بعدين، يا بيقول لك في شيء ناطرك احسن منه. تاكدوا هالثلاث اجوبه على طول رح نسمعهم بس ندق على باب يسوع. فمريم من هالمنطلق عرفي انه بده يعمل شيء يسوع، عرفي انه يسوع اساسا مجيته على الارض هي محبه.
راحت لعنده قالت له ما عنده خمر، شوف شو بدك تعمل. أخوتي من هون أنا هيك بتوقف نتفة صغيرة، بعد في كتير أمور بالإنجيل، وإذا بدنا نضلنا يمكن بنروح بتروح معنا للسبت اللي بعده واللي بعده عم نحكي عن عرس كانا الجليل، بس مش ممكن ما نتوقف عند إمام مريم. مش ممكن أنا كشخص كون عم بتأمل بنص الإنجيل وهيك وما جر ما أخذ ما أفهم. كتير مهمة أنا لما بدي أقرأ نص الإنجيل عيط للروح القدس، عيط له للروح القدس، والكيارات فينا نركع مثل ما كانوا يعملوا القديسين، نركع نحن عم نقرأ الإنجيل، لأنه بس نقرأ الإنجيل نحن عم نركع أنا رح كون إذا بدكم بكامل وعيي. خليني أحكي على الناحية الجسدية، رح كون بكامل وعيي، رح كون بكامل نشاطي. أنا بس كون نايم وعم بقرأ الإنجيل رح أقرأ الإنجيل بطريقة شوي رح تفلت مني كتير أمور. القديسين كانوا نقوا أكتر ساعة يكونوا يقظين فيها ليقروا الإنجيل، يركعوا ويطلبوا على نعمة الروح القدس ويبلشوا يقرأ الإنجيل، لأنه كلمة الله ما لها حدود. كلمة الله هلأ عرس كانا الجليل، خلينا نعمل الجمعة الجاي كمان رح يكون في معاني، ورح يضل الروح القدس يفيد علينا ويفيد علينا ويعطينا 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 إلى ما لا نهاية، لأنه الكلمة هو يسوع هو ما له نهاية. من هون أخوتي خليني أتعلم أنا اليوم من العذراء، خليني أشوف مريم بمحبتها قد هي عظيمة، بمحبتها تجاه الآخر قد هي عظيمة. هل يا ترى أنا اللي مليان من الله لما يجي حدا لحدي ضروري يطلب مني، ضروري يضل ينقع مخي ويدق عراسي ويقول لي يا خي دخيل إجراك منك بعد ما شفتني عموت من الجوع؟ مجرد ما أنا عم شوف هالإنسان عم بركض مني لحالي لحتى أقدر ساعده، مجرد ما أسمع بإنسان عايز شيء ضروري هالشخص يجي يسألني، عم بركض مثل ما عم تعمل مريم ساعده بلا ما اجي اسال عن طلب المساعده عن عمل الخير، بلا ما يجي حدا يقول لي يا شاب اعمل عمل الخير او يا صبي اعملي عمل الخير. هيدي مريم، هيدي هالمثال هالمناره قدامنا، بتسمع بتلبي بتقشع بتلبي شو ما بدكم، ما بنقول ما بنلحق نقول يا عذراء المملائيه هي حدنا، هيدي امنا هيدي مريم. بس علينا نحن نتعلم منها، ما في خلي مريم عرف قول هيدي امي، وانا بدي اتعلم من مريم، بدي اتعلم من محبه مريم، بدي اتعلم من ايمان مريم. على كل اكيد هلا رح نتوقف لترتيله، بس رح لكم شغله انه كان لازم بلش فيها من اول البروجرام لكم، انه معنا ضيف مميز اليوم اللي هو خينا بشير. بشير رح عنده شيء كثير 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 مهم يخبركم اياه على صعيده هو كشاب، على كيف هو بيشهد ليسوع. ضروري نحن يكون لما يكون في عنا هل إذا بدكم هالشيء اللي بقدر أقدمه لغيري لحتى غيري يستفيد، ضروري أخبر عنه من خلال تلفزيون، من خلال عايش كل يوم، من خلال إذا بشوف حدا واقع بهالمشكلة اللي أنا نفس المشكلة كنت واقع فيها، روح ساعده قل له يا خي أنا كنت هون، ليك يسوع شو عمل معي، تعا مشي معي. فهلأ رح نتعرف على بشير أكيد بعد هالترتيلة، نتعرف على بشير، نتعرف على كل حياته، شو عنده يخبرنا إياه، وكيف هلأ هو وينه من يسوع. فإذا رح نتأمل بهالترتيلة من بعدها منتابع، تابعونا. إذا من جديد نرجع لكم أخوتي لحتى نتابع معكم كل لكي. أكيد مثل ما قلت لكم أنه خينا بشير معنا بالستوديو، رح أترك لبشير أكيد الوقت لحتى يعرف عن حاله، يعرفنا عن حاله أكثر. بشير عائلته من أي منطقة؟ خبرنا شو عن حالك. الله معك بشير. الله معك. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أمين. سلام المسيح خيي. سلام المسيح. اسمي بشير مراد من سكان سن الفيل، عمري صار تقريبا رح صيره 30. كان عمري 13 سنة توفى بي، ونحن 5 أولاد بالبيت، وأنا بي كان صديق وخي ورفيق وكل شيء لألي، يعني غير أنه بي كان يعني ما كان عندي رفقة، ما كان عندي حدا. بس مات بي هيك زعلت، صرت حس حالي وحيد، وامي بدها تطعمينا بدها تشتغل يعني، ونحن 5 اولاد كلنا يعني، الكبير كان عمره 15 سنه.
ف بنزل على الطريق بدي نبش على حدا انه خلص بدي اعمل شيء، يعني انا فاضي فارغ. يعني زلت لقيت بشباب اكبر مني وهيك دغري، كانوا من عنا من المنطقه، صرت كل يوم روح لعندهم وهيك وشو عاملين وكذا، بعدني ما بعرف شيء. مهم بتعلم على سيجاره الحشيش، صرت دخنها على السيجارة. برضو بهالوقت كان في، كنت بمدرسة، كنت كنت بالمدرسة. ايه اكيد نعم. يعني بعد المدرسة كنت عم تنزل 100%. خلص مدرسة اجى على البيت. كنت شاطر يعني بالمدرسة. كنت اطلع ديسبونسير بالمدرسة. نعم توفى بالوقت. بالوقت هي قبل ما يتوفى بيك ولا بعد؟ قبل ما يتوفى بيي. بعد ما يتوفى بيي. بعد ما يتوفى بيي اول سنة، الثانية كنت خلص صرت على الاخر. بلشت حتى اكيد بالمدرسه بلشت ترجع لورا. ايه كثير اتراجع ويطلبوا ورا امي وما اجيب امي، وضلني مشحوط وضلني زعلان وكئيب وخايف وشو بدي اعمل، وبيي مات وما في حدا حدي. المهم صير حتى لاهي حالي بدي انزل واقف على الطريق مع انه رفقات ما كنا صغار. هلا هول الشباب الاكبر مني علموني على سيجاره الحشيش، وصرت كل يوم دخن سيجاره كذا، انبسط اطلع على البيت خي مش عارف. كنا عم نحكي ب 13 ولا 13 سنه. نعم صرت اطلع على البيت خي مش عم فكر، تسالني امي شو بك الا ماشي وهيك، عايش بحاله خوف يعني. وهي هيدي الحشيش كانت تعطيني خوف زياده يعني، غير انه طب ليه كنت بعدك ماشي فيه؟ بدي اعطيك خلص انه ما إيه، لانه خلص بدي لهي حالي انه انا افكر حالي عم بعمل شيء، شوفهم هن عم ينبسطوا وعم يضحكوا. مهم صرت اكبر، صرت بدي اتعاطى اكثر، تطور اتطور وصلت اخر شيء للهيروين. يعني خليني بلا نطيت من الحشيش، سيجاره الحشيش للهيروين ولا لا؟ في في خليني احكي بهالايتابيت، لو كانوا ايتابيت مزعجين بس بدي احكي معك بالايتابيت كيف نقلت، لحتى اللي كان اللي عم يسمعنا وعنده هالمشكله يعرف حاله انه بس يوصل هالمرحله، عنده هالمرحله يعني بلش يزيد، يعني بلش تطلع خطورته مثل ما بقولوا. بعد الحشيش وين رحت؟ بعد الحشيش التجأت للحبوب. نعم. حبوب شيء اسمه ترامول، كان بعتقد بيعرفون الناس. ما بدنا نسميه شو ما كان، حبوب حب حبيب. صرت ايه صرت اخذ حبوب، وصار الحبوب صعب انه نجيبه، وصار في بده رشتات وكذا، بطل عم بيعطونا اياهم بكل الصيدليات. مين عم بيعلمكم؟ مين انت كولد عم تحكي هون؟ باي عمر صرت هون؟ كان صار عمري شيء 15 تقريبا 16 سنة. يعني انت بظرف سنتين انتقلت من السيجارة للحشيش للحبوب. طبيا بيقولوا لك الحشيش مش ضروري تكون عم تعلقك، يعني انت عم تتقدم لانه انت اللي عم تطلب. 100% بدي اطلب شيء انه خلص اقوى قوى يكون لحتى عم... ايه. صرت اتعاطى الحبوب، واخر شيء صرت انقطع، صرت اطلع على البقاع في صيدلية فوق علمونا على شيء اسمه ديلسان. صرت اطلع على البقاع اشرب انين دلسانة، هي دواء سالي. خلينا نسمي وخلينا بالدواء سالي. كان في دواء سالي كمان كنت اخده. صرت اخر شيء انه خلص عم شوفها انه يعني هذا الانين على كترتها بطل تعطي مفعول. اخذ جسمك عليها. ايه خلص اخذ جسمي، صار بدي شيء اقوى. هون بس صار بدي شيء اقوى كمان، هن زيتهم الشباب الله ينورهم ويوفقهم، كانوا بلشوا يتعاطوا ايروين. فاجيت قلت من الدلسانة للإيروين ولا في شيء مرة؟ كان في انه بالايفنتات يعني ننزل، صار في ايفنتات وهيك، صرنا ناخذ اكستسي انه. المهم خلصنا هذه المرحله، فت بالمرحله الهيروين، وكمان اكيد مع الهيروين في بدك في شيء اسمه فري بيز و ما بعرف وكوكايين انه هذا. المهم صاروا هولي كثير غاليين، صار بدي انا انه شيل حالي، لان صار المبلغ غالي على الفري بايز، هو انه كان على اساس فكر انه انا شيء كثير حلو وكثير طيب. فالتجأت للهيروين. الهيروين اللي هو يعتبر زبالي، زباله 100% هو كلهم زباله، بس انه هذا لا زبالي قصدي هو اللي اكثر شيء بيأذي، لانه هو اللي كله بيأذي اكيد ما بيأذي، بس هذا اذيته اسرع بكثير من غيره يعني دغري ظرف فترة قصيرة. يمكن بيقولوا لك الإنسان إذا ما مات يمكن بينعمى أو بيصير معه شيء شلل أو بيصير معه بينضرب أو بشي يصير شيء. أنا عم جرب معليه بشير، عم جرب فوتك بعتذر يعني عم قصص بعرف مش حلو الإنسان يرجع لها أو لا يفكر فيها، بس بدي أخبر هالشخص اللي هو ببلش بعمرك أو بغير عمرك بالسيجارة اللي هي اسمها حشيشة،
او الماريوانا او ما بعرف شو هي، ببلش بياخذ هاللذه، هاللذه بتكفيه اول جمعه، بتكفيه اول سنه، بتكفيه ثاني سنه، بعدين بصير عنده، بصير هالانسان بيقولوا له جانكي، يعني صار مدمن، صار لاحق الشغله، عم بيتطور. هذا التطور اللي بخوف، يعني بده لذه اكثر. هي ما بقى تأديه. هلا قلت كلمه جوهريه انت، انه عم تاخذ دواء سعلي، اللي هو هالدواء اخذت يمكن منه اول انينه والثاني انينه، بس بعدين ما بقى عم بياخذ عليك، صرت عم تشرب مي كانه. صحيح. هي المشكله، انه الانسان ما عم بيعرف حاله، انه شغله عم تتفاقم معه، لانه هو بحاله. بركي نحن بنقدر، يعني عارف كيف، نقدر نقول له يا شخص انتبه، انه في بعدك قبل ما توصل للاخير، في عندك هون اهين بكثير انه تقدر توقفها. بعدين كفي. ف هيروين، صرت على الهيروين. الهيروين كثير رخيص. نعم. يعني كنا نشتري الجرام بشيء قليل، شيء كثير قليل يعني، وانه بيتامن هذا المبلغ يعني على اساس انه مصروفه وهيك ومن اختي. معلي بدي اسالك سؤال، وين اهلك بهالموضوع؟ خيك، امك، خي صغير، عمك، خيلك؟ نشكر الله يعني كل واحد بشغله وكل واحد. ما حدا كان يحس عليك بالبيت انك مش طبيعي؟ في اختي الاكبر مني كانت تضل تحس علي. شو تقول لك؟ تقول لي شو بك انت مغير وشو عم تعمل وعم بتضلك مقطوع وبتضلك عتلان هام وبتوع الصبح بتفل من البيت بتروح على اساس رايح المدرسه بترجع ما عندك مدرسه ما عندك شغل ما عند انه ما عم تعمل شيء بحياتك ما يعني بتضلك وعايش بخوف. بقول له انا لا ما في شيء وهيك وضيع يعني بتصير شو بدي خبرك بتصير مثل ما بقولوا هيك مثل اللص يعني بتركب 100% فهي انه على طيبه قلبها خيي مش معقول يعمل هيك يعني ومنه معقول انه يفوت بهذا الشيء. الوالدة ما حست بشيء عليك؟ الوالدة للصراحة كانت عم تضل أكثر الوقت يعني تطبخ وتروح على الشغل ترجع بالليل تعبانة، أمي إنه كانت صارت عم تكبر بالعمر يعني. بشير سؤال، كيف أنت برأيك هلا أنا كبي عم بحكي، أنا كيف بدي أعرف إذا ابني لا سمح الله بكره فات بطريق معرض؟ كل إنسان معرض. يمكن انا برايي لانه مثل ما بيقولوا انه كل شخص عنده 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 سر، عنده نقطه ضعف. هيدي احد الاشخاص خبرني اياها من شوي، انه عنده سر خليه يوصل لهونيك، عنده سر او عنده مشكله، يعني هالمشكله وصلته لهالباب. يمكن يطلع ابني انه بس هالمشكله توصله من لهالباب، يعني لانه عنده فراغ. هلا الاهل كثير مهمه، عنده فراغ مع الله، ما في علاقه مبنيه مع الله. صحيح. انت هالشعور اللي حسيته هو حاله خوف لانه ما بقى عندك سند. مزبوط. بس هو سندك الله يرحم بيك، منه بيك. صحيح. كان يسوع، كان يسوع. نحن هيدا اللي بدنا ننتبه كاهل، انتبه كاهل نوعيه انه انا عندي اولاد اكيد، والله خلي اولاد كل العالم، بس انت كبي مسؤول انه انت تعلمه لابنك عن يسوع، لانه انا يمكن يصير لي شيء وانت يا بي يمكن يصير لك شيء، شو بتقول له بعدين؟ بتقول له انا فليت ما بقى عندك روح دبر حالك، بيفرط الزلمه. صحيح. عمره 13 سنه مثل ما بحالتك، ما عنده حدا، ما عنده سند. هون دور العائله، دور المدرسه، دور العائله، دور كل مجتمعنا ككل، نعرف العالم على يسوع، نعرف اولادنا على يسوع. بس هيك عم باخذ منك شوي لاقدر اعطي شو بي. مزبوط. طيب انا كبي كيف قادر لاحظ على ابني برايك؟ اول شيء كل شخص بيعرف اولاده بيعرف. نعم. ابنه كيف تصرفاته، بس يبلش يحس انه ابنه عم بيتغير، عم بيهوشل، بيصير انه يعني هو التغيير بدغري ببين على الشخص، يعني غير الانسان مش ما بيعرفها. يعني مثلا انا دقتها صرت بعرف كيف الخبره بتوصلني انه اعرف هذا الشخص بهوشل، بصير ضايع، بدي كذا بدي كذا مش عم بعمل هيك، بيضعف، ما بياكل، مصاري بدي مصاري، مصاري على طول، مصاري على طول على طول على طول، بدي مصاري بدي مصاري. فهدول يعني هن يعني اكثر شيء بيقدر يلاحظ عليهم البي لابنه انه ابني مغير. هون بصير بتحسه في عنده حاله تعصيب هالسيريا كذا ولا لا؟ 100% بيوصل لمرحله انه بس يكون بده اغراض مثلا مزروب، ما معه مصاري، ما معه شيء، ببلش يعصب، يعيط بقلب البيت، ما يعجبه شيء، شو عامل اكل ما يعجبه، خلص يعني بيتحول. والاهل من طيبتهم ومن انه يعني
من جهلهم بدي اقول اوقات انه بقول انه لا خلص حرام معصب وكذا وهيك، ما لا انا له 13 انه ولد سنه حرام ايه، انه له 13 سنه كان بالبيت ولا 15 ولا 20 سنه مش هيك، كيف طب انه بهالفتره هيدي صار هيك، ليش تغير؟ في دغري ببين يعني إيه، لانه عم تحكي عن عمر، انت مشكلتك انه عم تحكي عن عمر 13 سنه، يعني ما بيخطر ببال اهل انه ولد عمره 13 سنه عم بيتعاطى. صح، انه انا عم تخبرني خبريه هيك نقصني، انه كيف 13 عم تعاطى؟ يعني وين وينك من المدرسه؟ وينك من طفولتك؟ وينك من يعني عرف كيف؟ طيب هلا خلينا نحكينا هالمرحله البشعه القديمه اللي هي بدنا نكبها ورانا، ما بدنا كثير نغوص فيها اكيد، بس لازم نتعلم منها. اللي ما بيتعلم من ماضيه ما بيقدر يبني مستقبل مثل ما بيقولوا. مزبوط، نحن بدنا نتعلم من ماضينا البشع وبدنا نحط بمستقبلنا يسوع. انت خبرني نقطة التحول، يعني وصلت لتوصل لمرحلة الإدمان، يعني كان في بينك وبين الموت شعرة مثل ما بيقولوا. مزبوط، 100%. وصلت شي مرة أنك حسيت حالك بدك تموت؟ وصلت أنه انتحر، وأنا كنت عم كب حالي خيي لقطني، خيي الأصغر مني. وين كنت عم تحب حالك؟ كنت عم كب حالي من البلكون من البيت، انه خلص لقيت لان ما في نواه، كان صار لي 6 مرات متعالج بالمستشفى وما عم بقدر اوقف. خلص وما بدي اطلع على مركز سعيد، يعني يجي يقولوا لي تطلع على مركز كذا اهرب، فل ما بدي. كيف كنت عم تفوت على المستشفى؟ شو عم بجربوا يغيروا لك الدم كير. يعني كير. كيف؟ ايه كير، مش انه غير دم، وهي بالكير صعبه انه انت تشفى، يعني بدك اعاده تاهيل. بس انا ما كان خلص ما بدي اعاده، ما قول ما بدي اعاده تاهيل، بدي ضلني بين العالم، رفضها كليا يعني. فوت على المستشفى على اساس بدي وقف، ثاني نهار ثالث نهار عنيد يعني. ايه ثالث نهار خلص قول بدي اطلع من المستشفى وكذا. لاخر مره قلت خلص بدي بقى، ما بقى بدي هيدي الحياه، صرت كثير مذلول وما عم بقدر وقف، وانه شو بدي اعمل؟ شو بتحس بعطش يعني لقلب ما عم تقدر توقف؟ مش عطش، بصير عندك نوع من وجع جسدي وضمير، وانه هيك التفكير بصير فيه وسواس براسك، شيء غريب يعني عن جد ما بعرف كيف بدي افسر لك اياه، بس بتحس انه انت هلا اذا ما بتاخذها لهيدي الماده مستعد انك تقتل. معلش عم بوجه الكلمه لهالسؤال للي عم بيهلا اللي بمرحله النص لوين بده يوصل كرمال هيك عم فوتك بهالجروحات يعني. كفي تفضل برضو. هذا شعور غريب ما بعرف اوصف لك اياه، يعني خلص بتحس اذا انت ما بتاخذها، اذا امك بتوقف في وجهك يمكن تقتلها، لهالمرحله بتوصل يعني. انا وصلت لمرحله اختي تجيب لي اياهم، اختي تقول لي ده بليز اقعد انا بعطيك اياهم، انا روح جيبهم، يعني تنزل معي اختي الكبيره وروح جيب الاغراض واجي على البيت، تقول لي بس انا بعطيك اياهم اتركهم معي، الا اوكي، بس انه انا خلص مطمن راسي. وصلت لمرحله انه اختي تعطيني الاغراض، شوف قد ايه خافوا، يعني قلت لهم يا بقتلكم يا بدي اقتل حالي. فبس اخذها ارجع على طبيعتي، قول شو عملت، ارجع بيني وبين حالي كذا، انه لا هيدي اختي هيدي امي هيدي، يعني بتصير خلص هيك وهيك، يعني مثل ما بيقولوا هيك كذا، ترجع ل 100%. فصلت لاخر مره انه انا بدي انتحر، اهلي كنت عم بقول لهم، انا كنت عم ببكي قاعد قدام اهلي عم بقول لهم انا بدي هذه الحياه وخلص، واخواتي كلهم عم بيبكوا وخيي عم يبكي وهيك ما ادري شو. خلص اجاني فكر براسي انه انا اقوم كب حالي على البلكون، خلص ما بدي حياتي يعني. زليتهم كثير لاهلي، انا وصلت مرحله امي تروح تشتغل، يعني نشكر الله عليها والله يقدسها، وبتروح تنظف الحمامات بالجامعات، لهالمرحله وصلت امي. صرت عم بتطلع بحالة يعني انه انا ليه عم بوصل امي لهون، انه لانه اذا بيي مات واخواتي صغار واختي اكبر مني بدي اقعد انا يعني ضربت العيله كلها، اخواتي ضلوا خايفين، خيي الصغير ضل خايف ما يعرف حاله شو بده يعمل. وصلت لمرحله يعني كثير ما اعرف ايه، قلت خلص انا بدي انتحر، لانه اشرف لي شو بيجي بلاقي امي عم تبكي بوجهي واختي وخيي، شو عم بعمل بحالي انا؟ انه بدل ما اكون انا السند لامي وانا الكبير بالبيت بالشباب بيجي هيك بعمل فيها. فبس اجاني هذا الفكر، قمت على البلكون وعم خلص عم بنط، كان خيي كماشني، خيي الصغير اسم الله اكبر مني يعني منيح. هو ايه بنعمة الله. عمل لك شي كفين ولا هيك قدك انه؟ لا لقطني هيك وعبطني، وانه نشكر الله صار هيك شو حديث. المهم بالليل مش عم بقدر نام،
خلص يعني بدنا نبلش من نقطة التحول هلا، قبل ما تروق علي هون، قبل ما، لأنه بدنا هاي النقطة، نقطة التحول صارت مرحلة تانية، وهون بدنا نبلش هيك نركز كمان كتير. هون أنا بدي أطلب من كل شخص أكيد عم يسمعنا، أول شيء ينتبه لك مثل ما قلنا، ينتبه لأولاده وينتبه لعائلته. شغلة كتير خطرة، برأيك أنت مين وصلك لهون؟ المجتمع اللي حواليك، أصدقائك، يعني مين علمك، مين علمك هالقصص اللي هي كتير خطرة؟ يعني أنت كولد عمرك 13 سنة، يعني فرفور، يعني مثل ما بيقولوا ولد 13 15، شو 13 15 عم تضرب هيروين يعني. برأيك أنت بشير، عشت بهال، مين وصلك لهون؟ مجتمعك حواليك، يعني المجتمع، البيئة، يعني أصحابك اللي عم تعشرون، البيئة، صح، البيئة، البيئة اللي حواليك، اللي حوالي. في من عمرك كان ولا كله أكبر منك؟ لا الصراحة لا، كله كان أكبر مني. أنا كنت أصغر واحد، كانوا يعطولي الفرخ ما كنت صغير، هن كانوا كبار يقولوا. ومبسوط أنت أنك عم تعمل مثله؟ إيه، وأنا مفكر حالي كبير وبفهم. أكبر منك بكتير ولا بكم سنة ولا؟ لا كانوا أكبر مني كم سنة، لا مش بكتير يعني، بكم سنة يعني فوق 18، إذا أنت 13 سنة 18 19 تقريبا، إيه هيك شيء 17 18. نشكر الله، أنا هيك بس نشكر الله، نشكر الله. نضوي على كم شغلة، أخوتي أكيد رح نتابع مع بشير قصته الغريبة والقوية، واللي هي هون أكيد بعدها الترتيلة، بدنا نتوقف لترتيلة، من بعد الترتيلة بدنا نشوف التحول مثل ما بسموه، كيف تحول بشير وكيف عم بيعيش بشير وكيف عم بيتابع، فتابعونا أكيد بعدها الترتيلة. زين اخوتي بنرجعكم لنكمل حديثنا المشوق اكيد مع خينا بشير. بشير لكن عمر صغير، مراهقه بشعه، طفوله بشعه، بعد عن يسوع، تعلق بالمخدرات، تعلق بالقصص اللي هي كلها بتؤدي الى بتاذي النفس اكيد وبتاذي الجسد اثنيناتهم. كنا وصلنا لمحل انه وصلت لاقصى درجات الادمان اللي هي الهيروين، الانتحار، اليأس، البهدلة على العائلة، كل شيء. باب فجأة، خبرني شو صار بذات الليلة اللي كنت بدي، انه خلص بدي انتحر فيها. في عنا هيك صورة لمار شاربل بالبيت وتمثال للعذراء وصورة بي يعني، وانه مظهر صغير. قمت وقفت قدام الصورة، انا بي كان يقول لي الله يرحمه، كان يقول لي انه بس بدك شيء اطلب من مار شاربيل، اطلب من العذراء. وكان هو وعدنا اخر سنه قبل ما يتوفى، طلع عمل اعتراف عام بقديس شاربيل، عمل اعتراف عام يعني اضل شيء 5 6 ساعات هو الابونا، ابونا مخيل كان الله يقدسه، هلا ما بعرف وين صار، عمل اعتراف عام. وهو فالي قالنا خلص هون نحن كل شعنين ان الله راد بدنا نصير عند مار شاربيل، هيك انا حابب بكل شعنينا نطلع مار شاربي، يعني هذا ندر علينا كلنا كل العائله. ما في شهر توفى. عفوا كيف مثل الولد؟ انفجار براسه، هو كان كان في شظايا براسه، تلاقوا شظيتين وانفجر شريان. ف وقفت هيك قدام الصوره، قال له وينكم؟ وينك؟ وين بي؟ وين يروح؟ وين لو شعر؟ وين أنا من من الحياة؟ وين الله؟ وين العذراء؟ إنه خلاص بدي نبش حدا يساعدني، يعني إنه بليز ساعدوني، إنه بتجي ما تروك حس إيه، إنه خلاص ما لي حدا، ليه تركين لين بعدين عني هالبعد؟ يعني إنه مش عم تقولوا في الله وقديسين وأنت مار شاربي بتعمل عجائب والعذراء ونشكر إنه ف بذات الليل. بس كنت عم ببكي بكاء يعني مثل ما بقولوا مرير، يعني عم ببكي من قلبي، وانه خلص ما لي بقى غير يا الله يا اما، انه ساعتها بدي اقول انه ما في الله اذا مش رح يمشي الحال. بذات الليله الساعه 4:30 5 الصبح بتوعيني امي، قالت لي قوم قوم قوم. قلت لها شو في؟ قالت لي قوم، يلا قوم البوز عليك. قلت لها وين بروح؟ قالت لي ما اطلع عمر شاربل. قلت لها امس الساعه 5 الصبح، قال ايه هلا في مسيره بمار شاربيل، هي كانت 22 بتذكر، اطلع واطلب من مار شاربيل وخلينا هيك مع صلوات الناس يعني بركي انه ربنا بيستجب لك.
امي كانت نايمه وانا بالليل هذا كله عم ببكي وبقلبي يعني ما عم بخلي حدا يسمع شو عم بحكي ولا شيء يعني بس انه راكع هيك وعم ببكي. قلت انا خلص طيب يلا قمت لبست ثيابي طلعت على مرش اربيل. ليش كنت عم تبكي؟ عم تبكي لانه بدي خلص حالي انه شو عم بعمل انه خلص عرفت مزلول يعني وصلت لمرحله انه طلعت اعطيته يعني بدك تطلع من هالشغله بدي اطلع هي خلص قد ما صرت لمرحله اعطيته الصباط للتاجر لحتى يعطيني اغراض انه شو بدي اقول لك يعني بطل عندي يعني اعطيته الصباط هالقد ايه لهالدرجه وصلت. ف طلعنا على عدي الشربل طلعنا لعنده وكل الطريق ابكي وقال له وينك بدك تساعدني عم تعمل عجيب عم تشفي المرضى وكذا ما انا مريض وعم بموت خلص خليت عني وتخلى عني بيي وما في حدا وابكي يعني هو كلهم بقلبي يعني وماشي على الطريق وكنت لابس الفيلت تبع مرحوم بيي كان يلبس جاكيت زيتيه الله يرحمه المهم كنت حبها كثير ضلنا لابسها وكان كثير ايام ساقعه فوق لبستها نحن لازم نوصل من قديس كذا ونخلص قديس انا وطالع لبرا بتلاقى بزلمه كبير بالعمر ما بعرفه يعني ما هذا قال لي تعا تعا يا ابني قربت لعنده قال لي بدي اعطيك هالتسعويه صليها تسعويه مارش اربيل الكتاب الازرق اخذ انا ما بعرف صلي ما بعرف شيء يعني بعرف الأبان وبعرف السلام بس انه ما بعرف صلي كان لي فتره كثير مش فايت على الكنيسه مش معترف مش عامل شيء يعني مع انه كنت بالسكركور جمايزي كنا كل جمعه قداس واعتراف و المهم اخذت لهي التسويه حطيتها بجيب الجاكيت. قد ايه كان عمرك بردون هون 15؟ لا لا هون كنت كبير صرت انا بقيت بالادمان شيء 11 سنه 12 سنه تقريبا. المهم حطيتها بجيب الجاكيت ومشيت وخلص انا نسيت قلت له اوكي ميرسي وفلل. بنوصل اهلي ما معهم مصاري باقي على الجنة ما معهم مصاري باقي فوتونا على المستشفى. بعد يومين ثلاثة بتقول لي اختي دبرنا لك مصاري بدك تفوت على المستشفى. انا كنت ناسيها بالمستشفى انه خلص ما بقى في نوى يعني وما بقى فينا يعني حرام صار علينا كثير ديون يعني من وراء المستشفيات. قلت لها كيف دبرتيها؟ قالت لي خلص الله دبر وانه يعني عن جد العناية الإلهية يعني إخوالي وكذا وهيك يعني ما بعرف كيف إنه نشكر الله الله يقدسهم كلهم إنه ساعدونا ودبروا يعني بتقول لي هلا بدنا نروح على المستشفى عند الحكيم. قال هي سألت عن الحكيم و إنه أخذت موعد. المهم دورنا ورحنا على مستشفى جبل لبنان فتنا عند الحكيم حكينا معه للحكيم قال له ما بفل من المستشفى بضل بالمستشفى. هو بتعرف المستشفى بس تروح تاخذ موعد بيعطيك موعد لحتى تفوت وكذا وهيك يعني عن جد كان ربنا عم يدبر الامور بشيء غير طبيعي يعني. قلت له انا ما فيي بدي اروح وبدي اقلم الله لاختي الله اذا بفل المستشفى مش مسؤوليتي لانه خيك خلص راسه انه يعني يمكن يا يعمل اوفر دوز يا اما هذا انه خلص ينتحر. بقيت بالمستشفى قلت له خلص صايب اوكي راح على المستشفى يعني ما معي اغراض ما معي شيء. قلت له راح اجيب لك ثيابك واجيب لك الاغراض وخليك هون خلص يلا. المهم فت على المستشفى اجت اختي جابت لي الثياب وكذا فت بدي اعطوكم بمحل بسكروا عليكم ولا لا فيك تفل اذا لا ما فيك تفل بهذا المستشفى ما فيك تفل. ف اجت جابت لي الثياب عم بدي اشلح الجاكيت على غير الثياب كبيتها هيك على الكرسي كان في كرسي بالاوضه الفيلد يعني ترى بعدها فيها التسعوية بطلع هيك بلاقي التسعوية قلت يلا منيح هلا بقريها بالليل بعرف شو هي كذا كل يوم قبل ما انام فتحتها هيك صلاة صغيرة اليوم الأول أبانا السلام المجد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أنا بدي أبقى بالمستشفى 10 أيام كانت أول مرة أبقى بالمستشفى 10 أيام كانت على طول 5 6 7 ماكسيموم وطفل خلص كل يوم أقعد أقرأ هذه التسعوية باليوم التاسع يعني صباح العاشر وجه الضوء فتح عيوني ما بعرف اذا حلم ام ما بعرف شو هو يعني بس انه بعرف انه انا كنت بالاوضه فتح عيونك ايه انه انا بالمستشفى وبي واقف على كعب التخت وابونا واقف على باب الاوضه عامل هيك وواحد شاب
كثير حلو، ما بعرف من هو هذا الشاب، لابس ابيض بس ايديه هيك ما بعرف من هو يعني. قمت فتحت عيوني قلت له بيي شو عم تعمل هون؟ انه شو عرفك انا بالمستشفى، انت ليش هون، ومين هذا الابونا ومين هذا الشاب؟ ما حكي، عمل لي هيك هزل لي براسه وضحك. قلت له طب انه كيف انت عايش، انت عم بحكي معه كانه انه هذا بيي يا خيي، عرفت؟ بقوم بيجي لعندي هذا الشاب اللي هيك، والابونا واقف على باب الاوضه، مسكر الاوضه واقف على باب الاوضه عامل هيك. بيوصل هذا الشاب بيعلي لي ظهري بوعي، يعني انا عم بعلي لي ظهري، بعلي لي ثيابي وبيعمل لي صليب على ظهري هيك، وبيرجع بايديه هيك بنيمني. وبتجي نيرس عم بتوعيني بتقول لي قوم شباك. قمت فتحت عيوني قلت لها شو في، مين كان في هون؟ قالت لي شو مين كان في هون؟ شباك قوم متحمم بثيابك، شو عامل؟ فاتح الدوش عليك النيرس تبع المستشفى. قلت لها لا قلت لها بديش خبرها انه حلمت، مش عارف شو هو هذا الشيء يعني. قالت لي انت صرخت بصوت كثير عالي، شو بك، شو صار معك، انه شو في، وجينا لعندك عم نوعيك. تحممت ونمت، شو عملت؟ ليه ثيابك كله يعني كلني مي عم بشلي. قلت لها لا انه خلص ما شو بدي احكي، مش عارف شو بدي اقول لها، شو بتقول لي هذا هاتو عم بخرف ام انه على الادويه هاتو عم انضرب. ايه، وصرت افكر هيك انه خلص انا انضربت، وبلشت انه عم شوف قصص. وبتفوت امي الصباح جايبت لي معها هيك كم شغله، وحملت لي صوره لمارشالفيل. قالت لي شو يا ابني عم تصلي التسعوية وكذا، حط هيدي الصوره معك خليها بجيبتك. قلت لها ايه يا امي هيك 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 صار معي. قمت فرت امي بالبكي وركعت بالارض، قالت لي انت شفيت. قلت لها يا امي انه شو شفيت، انه شو عم تحكي انت، انه هذا حلم يعني ما بعرف شو هو. قالت لي انا عم بقول لك انت شفيت. وكانت نقطه البدايه. فعلا شفيت؟ شفيت، ايه، يتمجد اسم الرب. طلعت من المستشفى هيدي الماده ما عاد شفتها، الشباب اللي كانوا معي ياخذوها قدامي كانه ما بتعني لي اساسا. انا هلا عم خبرك قصص كثير نسيون يعني، عم بنسى يعني، مثل كانه في ميموار انمحت. انمحت يعني صراحه، ما بتذكر كيف هو الكيس اللي كنت اخذه لهالدرجه يعني. هذيك النهار نسيت حتى لسته كيف، نسيت كل شيء، كل شيء كل شيء عنا هيدي يعني الماده يعني. عن جد يتمجد اسم الرب. ف وما بقت علاجه كفات بعلاجك؟ لا 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 لا، اجى الحكيم قال لي بدك تاخذ حبه دواء اسمها كذا كذا، وحتى تكفي انت علاجك برا. هي هذه حبه الدواء مثل 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 كانه انت بعدك عم تتعاطى بس ليجل، وحتى تصير تخففها شوي شوي 100% شوي شوي لحتى انه هذا. قلت له حكيم لا انا ما بخذها هذه الحبه. قال لي كيف، ما كيف ترجع بتغتز؟ قلت له لا خلص ما بدي اياها. مهم، قال لي على مسؤوليتك، قال لاختي على مسؤوليتها. قلت له مايا انا خلص ما بقى بدي اياها. قلت له انه جربوني هالمره يعني، اهلي خلص فقدوا الثقه، صار يقولوا لي بليز وبس شوي وبس وقت حتى ينعوني. قلت لهم ما بدي. وصلنا لمرحله مع الحكيم انه يفيد في حبه من فرنسا اسمها ريفيا، هذه بتاخذها انه مش مثل السوبيتاكس، بتاخذها انه بتسكر لك هذا التفكير انه بتعمل لك اياه وسواس. بس انا اصحابي كانوا ياخذوا منها اللي تعالجوا قبله، وهي هي. قلت له اوكي قبلين اخذها. مهم اخذتها شيء شهرين ثلاثه بس لارضي اهلي، بس انا جوي خلص عارف حالي انه انا في شيء من راسي طلع شيء من جسمي طلع، يعني شيء يتمجد اسم الرب، ما بعرف كيف بدي اخبرك اياه. شهرين ثلاثه قلت لها لاختي انا خلص ما بدي اياها. قالت لي كيف كذا، كنت بعدني عم دخن. قلت لها لا ما بقى، وراح وقف الدخان. قالت لي عن جد بدك توقف الدخان؟ قلت لها بدي وقف الدخان. وقت النهار عامل امي قهوه عم بولع سيجارة، انا قد ما كنت دخن، وهذا صار معي ربو بعد لهلا يعني، نعمه الله عم بشفى منه، بس انه صار معي ربو كثير قوي. قالت لي امي يا بشير انه انت قلت امبارح بدك توقف الدخان، وليك هلا ساعدتك كيف، خلص بلاها يا امي كبه. كنت بعدني فتحت قلت لها تكرم عينك يا امي، تعوجتها كبيتها بالزبالة، ومن وقتها ما حطيتها بتمي. شكرا. المهم هلا ضليت فتره انه الكول وكذا، بس انه من دون مخدرات، وبدي اروح بدي اجي وهيك، وانه خلص انه رجعت حياه طبيعيه، انه انا بدي اسهر وبدي اروح بدي انبسط
ما كنت شاب يعني، كان صار عمري شيء 25 26 سنه، خلص بدي اعمل بدك تعيش حياتك الطبيعيه 100%. بس مش ضروري يكون فيها مخدرات 100%، انه خلص بدي اروح بدي اسهر يعني. بيقولوا لك اهلك انه اذا عم تظهر ايه خلص خلص يعني، هن انه وثقوا انه بنعمه الله مشى حالي. ما كنت بعدني لا بقديس ولا بعترف ولا بتناول ولا شيء. مهم في شباب من عندنا من المنطقه الله يقدسهم ويوجه لهم الخير، كانوا مثلنا، فكمان ارتدوا هيك على، بس انه في منهم ما وصلوا هيروين وما هذا، انه قدروا خلصوا حالهم يعني ما وصلوا لمرحله الهيروين، هذا اللي حاولوا قبل 100%. فشفتوا هن كثير بيصلوا اتقي او هيك، انه صرت اقول انه خلص يا خيي انا زهقت للصراحه من السهر. هن بجمعيه معينه يعني ولا؟ هن هلا ايه صاروا بجمعيه معينه، صرنا كلنا جمعيه مالاناتا وجمعيه اكتوس من قلب مريم الطاهر. اوكي، انت من اي جمعيه؟ اكتوس من قلب مريم الطاهر، وكمان عضو بمارناتا. هي تابعه لاخوه الصليب واخوات يسوع المصلوب. اخر فايل اخر فايل سبق وطلع معنا كمان بكل لكن نشكر الله يعني، الله يشكر الله يقدسهم، وهن لهم فضل كثير كبير بحياتي عن جد. خبرني كيف تعرفت على الشباب وشو صار؟ مهم في شاب من عنا من المنطقه اسمه ادي جيد، قلت له لا قبل سوري، في شاب اسمه توني من عنا من المنطقة، قلت هو انه نشكر الله عليه يعني، هو اول شاب من الشباب انه ارتد وهيك. قلت له خيي بدك تصير تخدم معك لصلي، قال لي ايه اكيد وتكرم عينك وكذا قلت له بس مش انه تكرم، بدك انت يعني بالقوة تخدمي لحتى لي صلي يعني. قال لي خلاص شو بك ولو تكرم عينك عم بقول لك. قلت له طيب. مهم ثاني نهار بنروح انا وياه على القداس كذا بننبسط، بعد شي ثلاث ايام على بالي خلص ارجع انه في شي جواتي بدي اروح اسهر. انا ورايح على الطريق بتلاقي بشاب اسمه ادي، كمان ادي كان ماشي في طريق غلط. قلت له خيي روح مشي بدي اسهر، تعال نزع انا وياك. قال لي لا بدنا نروح عند ابونا. قلت له خلص هلا بلا ابونا بكره بنروح. قال لي يا خيي تعال بدنا نروح عند ابونا، جاي ابونا من امريكا وحاب شوف يعني، صار لي زمان ماني شايفه. قلت له ام هو انه هيك بنعمه الله احتال علي. قال لي وبعدين نرجع نروح. ايه قال لي بنروح لعنده بنسلم عليه ونرجع بننزل نسهر. احتال عليك وروح لودس حكي. ايه اكيد نشكر الله بنقعد ونرجع. انا بهذا الوقت انا عم فكرها كنت هيك. فقال لي انه بنروح نتعرف عليه للابونا وبنرجع بنروح نسهر مطرح بدك. قلت له اكيد. قال لي ايه. قلت له ماشي. دورنا ورحنا على ابونا، كان بجبال اسمه ابونا سابع الله يقدسه. وصلنا على ابونا سابا، عن جد يتمجد اسم الرب ابونا، نشكر الله عليه يعني. اجى صرنا نحكي وهيك، وياخذ ويعطي معي. قال لي شو بتعمل؟ قلت له انا هيك 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 قصتي وكذا ومدري شو. قال لي قديش صار لك بلا اعتراف؟ قلت له ابونا يعني اخر مره بس لما كنت صغير اعترفت اخر مره، كان قال لي يعني شي 13 سنه ماني معترف تقريبا هيك هيك شيء. قال لي طيب قوم. هلا انا ما بعرف اعترف، ما بعرف شيء انه يعني خلص نسي انه شو اعترف، شو بدي اقول له يعني، شو بدي اخبره لخبره. صار يسالني اللي خبرنا عن حياتك من اول ما خلقت لحديث هلا. صرت خبره يوم بالتفاصيل يعني، قعدنا انا وياه بمطرح هنيك. خليني خبرته اعتراف عام يعتبر. ايه هو اخر شيء قال لي انه انت اعترفت وانا رح احل لك هلا من خطاياك يعني، شيء نشكر الله عليه يعني. خبرته كل فيلم حياتي. شو هون انا بالنسبه لي هذا نقطه التحول بلشت هون. كيف هون شو حسيت؟ كيف بلشت تعيش وكيف بلشت هيك؟ كيف بلشت تقرب؟ كيف بلشت تتحد بالله؟ تقرب من الله بشير. من بعد هذا الاعتراف حسيت بفرح لا يوصف. شيء ما بعرف شيء بنزل عن كتافك. ايه شيء انه خلص شلته، انه شير كثير مريح يعني، ما بعرف كيف بدي افسره. في نعمه خاصه بياخذها الانسان بعد الاعتراف، بيرتاح بيريحه الله من هالهموم اللي هي يعني، تعا سبحان الله يقعد يحكي مع الله مباشره، وهي اهميه الاعتراف، هذا سر الاعتراف، ما في يعمل شيء، بس يروح يقعد مع الابونا ويعترف ويخبره، في نعمه خاصه، في دم يسوع بحلها الشخص، بخليه عن جد يحس انه خلق من جديد، هذا اول يوم لإله. صح. وكان بالفعل اول يوم لإله. رحت قال لي ام ادي عرف انه انا بطل بدي اسهر. قال لي شو بك تروح تسهر؟ قلت له سهر خلاص.
حلو. قلت له سهر خلص. قال لي شو بك؟ مو شو بك؟ كذا بلا بلا هو عم نوع. مهم قلت له لا خلاص. قال لي يلا قوم بدنا نصلي مع سبحة. قلت له بنصلي مع سبحة قوم شو يعني عم صرت على صلي مع سبحة بشوق غريب يعني. كنت قبل بدي اقول الابانا والسلام غصب عني، مش مصدق كيف يخلصوا. ايه انه يلا ابانا الذي مع الشرود مع مدري وين صير بالابانا، بلش الابانا هلا تخلص بعد الدور. فكان تاني نهار رجعت تقيت بخيمتوني، قلت له خيي بدي اروح على القداس، انا امبارح اعترفت وهيك هيك هيك صار معي. ورحت على القداس ومن وقتها صرت بنعمه الله كل احد قدس. و كل يوم بتقدس؟ هلا وصلت لمرحله نعمه الله، نعمه الله بجرب ما اقفل، بس انه كل يوم قداس اولويه قبل كل شيء، قبل ما بلش نهاري قبل كل شيء بقدم نهاري بروح بقدس برجع بروح على شغلي وبكفي. بشير مرقت بمراحل طلوع ونزول ولا كله على طول كان بنعمه؟ كانت انه في نعمه خاصه بتحس عم تطلع طلوع يعني، في مراحل هيك حسيت انه يمكن مش حبك للقديم او للماضي، حتى بصلاتك انت كشخص كبشير. هلا بدي احكي شوي، حسيت حالك في محلات بتنزل بتحس انه تحت او مش رح اسميه فتور انه هيك او جالس انه ولا لا على طول بتحس في عندي شغله هيك اخذها ما بعرف اذا هيدي مضبوطه ام غلط، بس اكيد كل انسان بيطلع بيقطع بطلوع ونزول، بس بس اقطع بهيدي النزله انه انا عم بنزل هلا بيجيني فكر انه انا وين كنت، هذا رجائي كافي لحتى انا ضلني مبسوط لو شو ما كان يكون انا مني بالنقطه اللي كنت فيها. طول مشكله الله 100%، وهذا هو رجائي انه العذراء مريم معي ويسوع معي، ما في شيء بيقوى علينا 100%. نعمه الله عم التجربه عم يعني انت بتعتبر يعني الخطيه او المرحله الصعبه اللي هي اكيد خطيه يعني مجبولين كنا بالخطيه هي اللي خلتك تشغل يعني في مراحل اوقات الخطيه هي بيسمح الله لاشخاص يعني عم جرب هيك اربط شوي بالروح القدس كيف عم يشتغل، لانه اول بالمقدمه كنا عم نقول انه الانسان اوقات بيسمح له الله يمرق بمرحله بباب ما حدا بيعرف ليه، بصير يقول له وينك ليه يا الله وليه عم يصير معي هيك شوي، ليقول له انه يا انسان انا يمكن سمحت لك تمرق لحتى توصل لهالباب لانه بدي بهمني خلاص نفسك اكثر من هيك انا ما بهمني. وفعلا الله هذا اللي بهمه. يعني بشير انا بدي اطلب هيك من كل شخص، بدي اطلب منك وبطلب من فريق مارانتا ومن قلب مريم الطاهر ومن كل من كل الجمعيات وكل العالم وكل الاشخاص عن جد يصلوا يقدموا هيك صلاه واحده لهالاشخاص لهالاطفال لهالولاد لهالشباب اللي بدك اياه بيكونوا عم يمرقوا او مرقوا او بعد يعني بالمرحله اللي انت مرقت فيها، مثل ما بيقولوا انت وصلت على شو بيقولوا تم عزرائيل وطلعت يعني. مشكور الله، هذه شغله كثير مهمه كثير خطره، ولا تشوف الله عن جد انه يمكن بصلاه بيك اكثر فعل عمله بحياته مهم انه طلع عمل اعتراف عام لحتى هيك رجع الله بطريقه ثانيه قال له نزال ساعد هالصبي اللي انت يمكن بحاجه كنت لمساعده. نشكر الله على القديسين اللي هن مناره لنا ومن خلالهم الله سبحان ما بعرف يعني عن جد في شغله على طول الله بيشتغل مع انه مش بحاجه، على طول الله بيشتغل من خلال الاشخاص. لو مره الله كان عم يشتغل هو لحاله بوف هيك بتلاقي شو هالنعمه؟ اشتغل من خلال مشاربي، اشتغل من خلال بيك، هلا عم يشتغل من خلالك للغير. ما يعني بالانسان بايمانه قادر يعمل كل شيء. نحن ضعاف بس قوية بيسوع. امين. هذا اللي بعرفه. وكل شيء يسوع بيقدر يعمله بقوته الذاتية نحن قادرين نعمله. يعني يسوع كان نايم بالسفينة مش هيك؟ بالشخطورة بالسفينة، كان نايم وغفيان وهن عم يسرقوا لك وينك من هال انه انت نايم ونحن رح نموت. شو عمل؟ بهدلهم يعني انه قال لهم يا قليلي الإيمان. يعني انتم يا قليلين الإيمان، انتم اللي فيكم، لانه مش قليل الايمان انه انا معكم، لا مش هذا الموضوع. انت بتفكر اول شيء ما انا يسوع معهم وعم بخافوا كيف هيدي؟ هو اكيد معهم بس هو عم بهدلهم كرمال غير شغله. عم بيقول لهم انا اللي بقدر اعمله بقوتي الذاتيه انتوا قادرين تعملوه بايمانكم بيسوع. هذا اللي عم بيقول لهم اياه.
وهذا اللي عم اقول لك، وهذا اللي بنقوله لحالنا بنقوله لكل شخص مرق بهالمرحله. بدي اتشكرك بشير، شكرا واطلب منك اكيد الصلاه. صلاة اخوتي العابرة. اكيد اخوتي، انا بقول لكم اكيد يعني بعد هالحلقه وبعد هالمقابله كتير حلوه مع بشير، ان شاء الله نقدر نرجع نشوفك بعدين يا بشير. هيك يعجز اللسان مثل ما بيقولوا، بطلب من العذراء هيك عن جد تحمينا وتحمي كل هالشباب وتحمي كل العيال وكل الاولاد بتوبه، هيك تلف في توبه، تلف هالعالم تلف هالعيال، لانه نحن صرنا بمحل وبمجتمع عن جد بحاجه لحمايه. الله يبارك الكل، الله يحمي الكل. اكيد انا بودعكم بقول لكم انه بلاقيكم السبت الجاي كمان بتمام الساعه 7، وفي حلقه نهار الخميس كمان اعاده لبرنامج كل لكي. من هلا لوقتها اكيد بنقلها كلنا سوا للعذراء، كلنا لك لتشيل هالكسرة هي وتحط فتحة وتصير، كلنا لك والله معكم. باي.